أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، زي ما احنا متعودين كل يوم بنقدم لكم نموذج لأصدقائنا من ذوي الإرادة، بنوضح لكم الصعوبات اللي بيقابلوها وإزاي بقوة إرادتهم وعزيمتهم قدروا يواجهوها بكل شجاعة ويتخطوا الحاجز النفسي اللي تسببت فيه الإعاقة. صديقتنا الجميلة شخصية اجتماعية بتخرج للحياة بعد بتر أحد ساقيها على طرف صناعي، بتعيش حياتها. صديقتنا الجميلة نموذج جميل قوة إرادتها وعزيمتها، رفضت الاستسلام لليأس ورفع راية الهزيمة، بتواجه الإعاقة بكل شجاعة وعزيمة وسلوك. بقوة إرادتها بتثبت للدنيا كلها إن هي قد التحدي وقد ما كل صعب وأي إعاقة.